دار اليومين بالأمس وأول أمس، وحضر هذا المؤتمر مؤتمر التميز الحكومي، وأجرى مجموعة من اللقاءات الهامة جدا. تعالوا نشوف مع بعض أبرز ما رصدته كاميرا مساء دريم. على مدار يومين متتاليين قامت وزارة التخطيط والمتابعة بعقد مؤتمر مصر للتميز الحكومي للمرة الأولى في القاهرة، تفعيلا للشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات في مجال تحديث الأداء الحكومي. احنا النهاردة الحقيقة بنشهد أحد الفعاليات الهامة بعد توقيع مذكرة التفاهم في إطار شراكة استراتيجية بيننا وبين دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الاتفاقية تمت في القمة العالمية للحكومات في فبراير من هذا العام. بعدها الحقيقة على طول حصل تفاعل سريع جدا بزيارات متتالية لوضع هذه الاتفاقية في حيز النفاذ، فحصل مجموعة من الزيارات لوضع الخطة التنفيذية الخاصة بهذه الشراكة لتطوير مجال العمل الحكومي، وأيضا تم إفادة مجموعة من الشباب من الوزارة إلى دولة الإمارات للتعرف على برامج الخاصة بالتميز في المجال الحكومي. احنا وقعنا بروتوكول بين دولة الإمارات وبين الدولة المصرية للإصلاح الإداري بشكل عام، وده أول النتائج اشتغلنا عليه فترة طويلة جدا، وده أول مرحلة في البروتوكول في التميز الحكومي، في الجائزة، في المصارعات الحكومية، في مبادرات ومشروعات عديدة بين الطرفين. هذه الجائزة تعقد بصفة دورية تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية. الجائزة دي فلسفتها بشكل رئيسي خلق نوع من أنواع التنافس الإيجابي بين الموظفين المصريين وما بين المؤسسات الحكومية المصرية. التميز الحكومي لا يشمل بس القطاع الحكومي، لأنه الحكومة هي المسؤولة على الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكذلك الخدمات المدنية، وخلق روح تعاون، روح تعتمد على مفاهيم الجودة وكذلك الالتزام بمفهوم الإنتاجية ورفع مستوى الاقتصادي اللي يمكن جمهورية مصر أن توصل إلى مستوى الريادة. اليوم تعاوننا هو تكامل، نتكامل مع بعض لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ككل. نجتمع في قاعة واحدة، نجتمع من خلال هذا المؤتمر، مؤتمر مصر للتميز الحكومي، كي نطلع على تجارب عالمية، تجارب عربية، تجارب مصرية وتجارب إماراتية في النهاية. الهدف الأسمى هو بناء إنسان المنطقة. في عدة خطوات مطلوبة لتحقيق التميز الحكومي، طبعا أهم حاجة تطوير الإطار الإداري ونسق العمل الإداري في الدولة، والجزء الثاني هو تطبيق الميكنة واستخدام البرمجيات الحديثة للغاية اللي هي تقدر تساعد العامل البشري انه يتخطى المعوقات البيروقراطية التقليدية اللي بتأخر او يعني بتخلي العمل الحكومي مش في احسن احواله. مشاركتنا السنة دي وخاصة قطاع ابداع كان من خلال تلقي الخبرات طرحها الجانب الإماراتي، وخاصة أن هم متقدمين في هذا الجانب. هذا المؤتمر حقيقة فكرة جدا عظيمة مكنت كل من المعنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جمهورية مصر العربية من عقد منتدى ومؤتمر يتم فيه تبادل المعرفة بين الفاعلين والخبراء في مجال التمييز الحكومي وبناء القدرات الحكومية. الشباب من أولوية الأجندة الحكومية، والسيد الرئيس يعني أوصى بكده في لقاءات كتيرة وفي مؤتمرات كتيرة جدا. لهم حيز كبير قوي في الخطة القومية للتدريب اللي احنا حطناها من 18-22، هيتم تدريبهم وتأهيلهم واستعدادهم لدخول الهيكل الوظيفي، او يبقى في روح من التنافسية ما بين الشباب ان هم يحبوا ان هم يبادروا ويدخلوا العمل الحكومي. الحكومة المصرية قادرة على الإصلاح الاقتصادي والإداري، هي فعلا بدأت هذه الخطوات بإطلاقها جائزة التميز. نحن اليوم ندعم هذا التحول
ونوفر لهم كل تجاربنا ونجاحاتنا في دولة الإمارات أن تكون موفرة للحكومة المصرية وتساعدها في استنباط المستقبل وتحقيقه على أرض الواقع. إذا كنا إحنا بنتكلم على تطور للحكومة والجهاز الإداري في الدولة، إذا لن يتم إلا من خلال إتاحة جائزة تميز الحكومة. أنت النهاردة حضرتك عايز تخلق جو من المنافسة أو جو التنافسية ما بين الأفراد والمنشآت، إذا لابد من إتاحة هذه الجائزة للقدرة على التواصل أو التواصل مع جميع العاملين في الجهاز الإداري، وإتاحة حافز ليهم إن هو يسعى على التطور والوصول إلى أعلى معدلات تقديم الخدمات.